التحية تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي انطلاقاتنا وتحدياتنا المثيرة دائما هنا انطلاقة شوطنا الرابع المخصص للجعدان لفية المهجنات الأصايل لسن الثنايا. فتهانينا والناموس لكافة الفائزين الذين فازوا هنا في الأشواط الماضية. على البركة نسير بهذا الانطلاق والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة دائما في هذا الشوط وفي أيضا كافة انطلاقاتنا وإثارتنا المعتادين دائما عليها هنا في هذا الميدان، ميدان الخزنة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نسير كالعادة هنا إلى المقدمة المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار. صدارة هذا الشوط مع البداية الأولى هذا هو الذيب راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي من يتقدم مع الصدارة الأولى. النقلة إلى المركز الثاني وصول من الوسمي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يأتي على مستوى المركز الثاني. النقلة والدور إلى المركز الثالث القادم هناك عشاق سعيد بن صالح بن فرج الكثيري اللي محتل المركز الثالث. النقلة إلى المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار القادم هناك أيضا سياف عبيد بن علي بن سويدان المنصوري اللي احتل المركز الرابع. النقلة إلى المركز الخامس بلقى هناك رماد سعيد بن صالح بن فرج الكثيري يأتي على المركز الخامس في هذه اللحظات من يتقدم هنا بشعاره. بينما المركز السادس وصول وتقدم في هذه اللحظات من الأسماء التي تقدمت والشعارات التي حضرت في هذه اللحظات. هذا هو الواش الواصل في هذه اللحظات محفوظ بن خميس بن علي علي نيبياتي بو ناصر مقدما لنا شعار المركز السادس الوصول. تقدم هناك أيضا من الأسماء التي حضرت الأسماء التي قادمة هنا مكفية خليفة بن محمد بن خليفة الخيلي. هكذا النتيجة مستمعينا على فاضل حضورنا الكريم هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار المميز هنا في هذه اللحظات. وصل وتقدم هناك مليح مانع بن علي بن حماد الشامسي. هكذا النتيجة مستمعين الأفاضل، هكذا النتيجة هنا في هذا الشوط في هذا المسار في هذا التحدي الجميل والانطلاقات المميزة. نعود ودائما نعود عندما أكملنا النداء للست المراكز الأولى المتقدمة هنا لنا عودة إلى الصدارة مع المركز الأول بانطلاقة الذيب وتحديات الذيب. في هذه اللحظات راشد بن حمد بن مرزوق المحرم يتقدم بو حمد حيث قدم لنا الذيب في هذا الشوط وفي هذا المسار مع الاندفاع الأول. ياهي أسماء يا المحرمي، أسماء خطيرة من خلف هناك أيضا القادمة هنا الواصلة في هذه اللحظات. شعارك يا بن مقارح يقدم قدم لنا الوسمية راشد بن بخيت بن علي بن مقارح هنا القادم من ميدان التحدي القادم هناك أيضا من الشحانية للمشاركة ما بين إخوانه في هذا الميدان ميدان الخزنة الذي يرحب بكافة المشاركين المنطلقين القادمين من كل حد من وصوب هنا في هذا المسار المميز. الله الواصل هناك سياف
الطرف عبيد بن علي بن سويدان المنصوري هنا وصل وتقدم هناك لماد سعيد بن صالح بن فرج الكثيري يتقدم بو صالح ويقدم لنا رماد وعشاق في هذا الشوط منطلقا باسمين منطلقا هنا بشعاره. ولكن أشوف هناك أيضا القادم هنا مليح وهناك مباشر ومليح مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يأتي هنا في هذا الانطلاق الجميل. وهناك الواصل مكفي خليفة بن محمد بن خليفة الخيلي هنا يأتي في هذا الانطلاق يأتي في هذا المسار. الله 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 على هذا التحديات المثيرة والانطلاقات المميزة في هذا الشوط. الله 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 ختام الجولة الأولى للأشواط الأربعة المنطلقة في هذا الصباح. وهناك أيضا هذا الشوط المخصص أول أشواط الجعدان لفئة المهجنات الأصائل من 6 كيلومترات حيث اغتربت الأسماء من بعضها البعض اغتربت الأسماء في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة في هذا الانطلاق في هذا المسار. أعود إلى البداية والعود وأحمد دائما نعود إلى مقدمة هذا الشوط نعود إلى الصدارة الأولى. ما زال الذيب ما زول الذيب على المركز الأول هنا في هذا الانطلاق. راشد بن حمد بن مرزوق المحرمي يأتي في هذا الانطلاق مقدما لنا الذيب. المركز الثاني رماد سعيد بن صالح بن فرج الكثيري وهناك الوصول من سياف عبيد بن علي بن سويدان المنصوري. قدم لكم سياف في هذا الشوط بن حماد غادم بن حماد واصل يقدم لنا هنا انطلاقة مليحة. مانع بن علي بن حماد الشامسي السيف البتار دائما في كافة انطلاقاته وتحدياته المثيرة بمقارح من الجانب الآخر بمقارح هنا يأتي في انطلاقة منطلاقة وتحديات الوسمية راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يأتي في هذا الانطلاق. الداودي ما يبنى لطاري إلا في هذه اللحظات. سهيل بن عوض بن يروان النيادي هنا يأتي في هذا المسار الغادم من العين للمشاركة في أرضية ميدان الخزنة. يقدم لنا الداودي هنا في هذا المسار مرحبا بك يا بن يروان مرحبا بك يا أبو عوض في هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل. ولكن بالأمانة حاير وطاير الناموس يحتار الناموس في حيرة ما بين هالأسماء أسماها للخزنة شعارات خزنوية غد التقت هنا في موقع واحد في مسار واحد في تحديات جميلة هنا ما بين رماد ما بين سياف ما بين سياف ورماد ما بين هالأسماء. ولكن بن حماد غادم يتقدم بن حماد ينطلق بن حماد وهناك النيادي بدأ هنا ينادي من أجل انتصار. والناموس هنا في هذا الشوط القادم هناك مباشر مانع بن علي بن حماد الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن أشوف مكفي يتقدم مكفي هنا وصل خليفة بن محمد بن خليفة الخيلي يتقدم محمد بانطلاقة مكفي وتحديات المثيرة وانطلاقات المميزة. لمن هذا الشوط لمن هذا الشوط الأسماء اغتربت. ياهو شوط ياهو تحدي ياهو انطلاق ياهو شعارات بغيادة رماد. ولكن الداودي هنا عاد سهيل بن عوض بن يروان النيادي عاد هناك بن حماد يتقدم وهناك أيضا شعار بو محمد خليفة من محمد بن خليفة الخيلي ما بين هالأسماء ما بين هالشعارات. ولكن الداودي راح الداودي على المقدمة راح بو عوض راح إلى المقدمة
الأولى هنا سهيل بن عوض بن يروان النيادي هنا ينطلق مع الداودي هنا على البداية الأولى. سلام عيناوي، سلام سلام إلى العين، سلام مدينة الخضرة والجمال. هنا يتقدم مع الداودي حامل رقم واحد وهو مع الصدارة الأولى مع المركز الأول. لحظات وصوله وعبوره إلى خط نهاية معلن هذا الفوز والتحدي المثير والانطلاق الجميل. المركز الثاني كان من نصيب مباشر مانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الثالث هذا هو مليح مانع بن علي بن حماد الشامسي، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام وصل هناك ايضا حامل رقم 10 مكفي خليفه بن محمد بن خليفه الاخيلي، وهناك ايضا وصول وتقدم من ايضا هجام راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. توقيتنا الزمني 10:15 بالوفاء والتمام والكمال في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل والانطلاقات المميزه.